بداية سيد محمد، هذا التأخر الكبير الحاصل في إعادة إعمار المساكن المهدمة في الموصل القديمة، ونحن نتحدث في هذه النقطة لنبدأ بالتفصيل، إضافة لازدياد تدهور وضعية المواطن، ما هي الأسباب وراء ذلك؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة كنا نتأمل خيرا بعد عمليات التحرير أن تعود نينوى والموصل إلى سابق عهدها كما كانت، تعتبر مدينة صناعية، مدينة تجارية، مدينة ثقافية، مدينة سياحية، كل الأمور التي كانت تعنى في المجالات العامة هي كانت مزروعة في محافظة نينوى وموجودة في محافظة نينوى. لكن للأسف الشديد اليوم نرى الموصل هي عبارة عن كتلة من الدمار، كتلة من هدر المال، كتلة من تردي الخدمات، نعم. الوضع الصحي، الوضع التربوي، الوضع الاقتصادي، كل شيء مهدم في محافظة نينوى وفي الموصل. نعم. للأسف لو كانت هناك حكومة حقيقة، حكومة، أنا أتكلم عن حكومة مركزية وحكومة محلية، لو كانت هناك حكومة رشيدة لعادت الموصل إلى سابق عهدها، لصرفت هذه الأموال في محلها، لاستطعنا أن ننهض بالمدينة شيئا فشيئا. لكن اليوم يبدو أن الكل غير آبه بمحافظة نينوى وبالموصل، ويبدو أن هناك إهمال وتقصير متعمد، أو يعني وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، وهذا ما حصل، ونشاهد تردي الأوضاع الخدمية. يعني المبلغ الذي صرف لعملية الاستقرار، هذا المبلغ اللي نتكلم عنه 408 مليار دينار عراقي، هذا لو صرف 5 مليار من هذا المبلغ، وأنا شاهدت التقرير مالكم على أو قبل التقرير على مطار الموصل، كانت هناك حركة اقتصادية. لو صرف مبلغ مليارين دينار على جراج بغداد، مليارين أو 4 مليارات على جسر جديد أو طرق جديدة، لكن هذه الأموال تصرف بأمانة وتصرف من قبل أشخاص مثل ما نقول بالعرب قلبه يوجعه على المدينة، لكان تغير حال المدينة يا أخي العزيز، لكان ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نعم. اليوم تشوف الموصل مجرد كتلة من الدمار، يعني الناس تمشي من ضيم داعش، هي تمشي تتعاون هي من ضيم داعش، لأن شافتها من ضيم داعش ولذلك ساكت الناس، وإلا ما معقولة هسه اليوم أنا أباوع على الموصل، هذه المدينة التاريخية العريقة الحضارية الاقتصادية الثقافية بكل المسميات أشوفها بهذه الطريقة، لا زالت الركام موجود ولا زالت الأنقاض موجودة، ونتحدث عن صرف مبلغ 40 أو 43 مليار لرفع الأنقاض. أين ذهبت هذه 40 أو 43 مليار؟ يعني الله ما تخافون لا تصرفون هيك مبالغ بدون وجه حق وكل شيء ما مسوين؟ لا أكو رقابة للأسف الشديد، لا أكو متابعة للأسف الشديد، لا أكو حساب، من أمن العقاب ساء الأدب. صحيح. وهذه النتائج لو كان هناك حساب لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لكان الموظف اللي يجي أو المحافظ أو المدير أو أي شخص يجي يخدم يعمل بالدولة كان يقوم بواجبه على أتم الاستعداد وبأحسن وجه، لكن للأسف لأنه ماكو حساب، اليوم هو عبارة عن مجرد هدر مال عام، مجرد عبارة عن اتفاقات في مجال المقاولات ونسب. صحيح. هذا ما موجود في المبالغ مال الموصل، هي مجرد اتفاقيات ونسبة لفلان ونسبة لفلان. أغلب الدوائر، لا أريد أن أقول كل الدوائر، لكن أغلب الدوائر تفكيرها تفكير الدواعش تماما. نعم. خلي يسمعوني، تفكير الدواعش تماما بأخذ نسب وحصة من المقاولين والمقاولات التي تحال في كل المجالات اللي موجودة في كل المشاريع، يأخذون حصة. نعم. كما كان الدواعش يأخذون حصة من المقاولين، فهؤلاء تفكيرهم تفكير داعشي، وهؤلاء هم من أنتجوا داعش وما شابه داعش. نعم. طيب سيد محمد، البرلمان رصد لمحافظة نينوى 660 مليار دينار من ضمن موازنة 2019، برأيكم كم هو المبلغ المطلوب ليكون كافيا لإعمار محافظة نينوى؟ شوف أخي العزيز، في بعض الأحيان لو أنطيك آلاف المليارات، إذا ما تكون أنت مؤهل وقادر على إعمار مدينة أو إعمار مشاريع معينة ما راح تنجح بها نهائي. وفي بعض الأحيان لو أنطيك ربع المبلغ، عندما تكون أنت أمين ونزيه ونظيف وقلبك يوجعك على مدينتك،
راح تسوي بها وراح يبين هذا العمل. لا نتحدث عن مبالغ، خلنا نتحدث عن نية، خلنا نتحدث عن إخلاص، خلنا نتحدث عن وفاء. هذني ما متوفرات، فش قد ما تأخذ مبالغ ما راح تفيدك بشيء، ما راح تسوي شيء، لأن أكو من 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 قاعد يتربص يريد هذه 20% وهذه 10% وهذه 30%. فلا تقول لي على مبالغ، المبالغ في غير دول، هذا ال 400 مليار دينار عراقي اللي تعادلها 350 مليون روح انطيها لأي دولة في دول العالم. قولهم هاي 350 مليون دولار سووا لي بها مشاريع، شوف الدول ايش راح تنتج لك من مشاريع بهذه 350 مليون دولار. اللي هي ما تقارب 400 مليار دينار عراقي. طيب وازدها الى 400 بالموصل وراح تشوف النتائج شنو. نحن نتكلم عن هذا المبلغ في حال لو وجدت النية ووجدت النزاهة في محافظة نينوى ووجدت اليد الأمينة التي تصرف المبلغ على المحافظة، كم تحتاج المحافظة؟ والله أكلمك بكل صراحة، لو كانت هناك أيادي أمينة ونظيفة ونزيهة وتعمل فعلا لصالح نينوى، أنا مسؤول عن كلامي، مو أقل من 30 إلى 40 مشروع استراتيجي يكون في محافظة نينوى، وأنا مسؤول، وأنا أتحدى اللي يقول لك لا، أتحدى، لأن إحنا من نتكلم عن مليون دولار، مليون دولار رقم، من نتكلم عن 350 مليون دولار، 350 مليون دولار رقم، من أتحدث عن اليوم، شوف أخي العزيز، خلي يسمعوني أهل الموصل. لكن بالنسبة لمدينة مدمرة بالكامل سيد محمد، إذا تسمح لي، لا ماشي ماشي ماشي، خلي أجي وياك. هذه هسه هاي البيوت اللي تدمرت وتفجرت والدوائر الدولة، وأنا أحد الناس الأشخاص اللي تفجر بيتي ولا زال موجود. هناك أشخاص من أهالي الموصل يعني اتصلوا بي واتصلوا بالدوائر الأخرى أنه يريدون هاي الأنقاض بدون أي مقابل. بدون أي مقابل، يعني يجي يفلش هاي الدائرة كلها بدون أي مقابل، يأخذ الحديد مال الدائرة فقط، كل شيء ما يأخذ. أنا هسه يعني أقدر أبيع بيتي، يعني أقدر أخذ فلوس مقابل الحديد اللي أبيعه، يعني أنا بيتي الفجر يجي مقاول يريد يأخذ هاي بيتي أنطيه وأخذ فلوس من عنده، يعني مو أنطي فلوس المقاول. طيب أنا إذا صارف 40 مليار 40 مليار أو 43 مليار لرفع الأنقاض، شلون أقدر أعمر مدينة؟ شلون أقدر أبني بلد؟ شلون أقدر أسوي مشروع؟ لأن أنا نيتي بالأساس، نيتي أنا مو صافية، نيتي أنا ما أريد أعمر، نيتي أنا ما أريد أقدم شيء للمدينة، نيتي أنا مو صادقة مع الناس، مع المجتمع، نيتي أنا رجل أسوي أفلام أكشن، مو نيتي أعمر، مو نيتي أجيب ناس مختصين وأقولهم تعالوا خلنا نتعاون، شلون نستغل هذه 500,000 دولار أو المليون دولار، شلون نستغلها في مشروع نقدر نقدم به خدمة للمدينة. لا، هذا ما أفكر به، أنا دا أفكر في أمور أنه أدفع فلوس لفلان وأنطي لفلان وأرضي فلان والفلان لا يزعل عليه. إذا المبلغ الموجود عندما تكون هناك أيادي صادقة تريد تعمل صح وتريد تنتج صح للمدينة، صدقني هذا 350 مليون دولار أنا مسؤول عن كلامي يطفرنا فرد 25 أو 30%. كنسبة، وممكن أنه أزيد من الحكومة وأخذ مبالغ أخرى عندما تشوفني الحكومة أنا فعلا مشتغل، وعندما تكون تشوفني أنا صادق بعملي ممكن. وقلت لك أكو مشاريع استراتيجية تحيي المدينة، مطار الموصل من أحد المشاريع الاستراتيجية اللي ممكن أن يحيي المدينة، وكل ما يكلف له 5 مليون دولار. بدال هاي القمسيونات وبدال هاي النسب اللي يأخذونها خلي يحولونها على مطار الموصل، تعيد الحركة، تعيد الحياة إلى مطار الموصل، تعيد الحياة إلى المدينة، تعاد الحياة الاقتصادية، التجارية، التعليمية، كلها تعاد، ومثله أتحول إلى مشاريع أخرى تخدم أهل المدينة. ولذلك حتى أرجع إلى الموضوع، عندما تكون الشغلة عند أهلها أخذ نتائج حلوة، عندما تكون مو عند أهلها لن تترجى أن تأخذ أي نتائج. نحتاج إلى مبالغ، نعم، نحتاج إلى مبالغ قد تكون مضاعفة لهذا المبلغ، نعم، لكن إذا جتنا أضعاف هذه المبالغ ودون تخطيط ماكو فائدة صدقني. ولذلك العبرة في حسن التصرف وليس في كمية المبلغ أو حجم المبلغ. نعم. طيب سيد محمد، الآن هيئة الرقابة كما تحدثت أنت وكما هو أصبح معلوم، يعني تسلم محافظ نينوى مبلغ 408 مليار دينار، كما ذكرت لو استغل هذا المبلغ في بضعة مشاريع لأفاد الموصل، طب هذا المبلغ الكبير أين ذهب برأيك؟ يعني شوف خل نتحدث، هناك سلات غذائية صرفت بضعف المبلغ، خليك مركز معي، يعني السلة الغذائية صرفت ب 47 أو 46 ألف دينار، وهي السلة تكلف 20 ألف دينار. هناك
مقرات للمحافظة صرف عليها مبلغ وهي دائرة لا تحتاج إلى مثلا 10 ملايين أو 20 مليون، صرف عليها مليارين أو 3 مليارات أو مليار. نعم. هناك بعض الصرفيات في أماكن لا تستوجب الصرف وصرفت عليها لأغراض المضاعفة. هناك بعض المشاريع التي أتمت من قبل أو تمت من قبل بعض المنظمات الدولية، كما تكلم أحد الإخوان في لجنة تقص الحقائق أن هناك مشاريع أنجزت من قبل بعض المنظمات لكن المحافظة أيضا دخلتها أنه هي مسويتها على متأخذ الفلوس مالتها. وهكذا هناك عزيزي هناك تبويب غير صحيح للأموال اللي يعني أنت شنو صير تروح 100 مليون أضاحي، ما من صلاحيتك تسوي 100 مليون أضاحي. 100 مليون أروح أعمرني بها مدرستيا، هاي المستشفيات قل لي هذا المستشفى الذي يتعمر ايش قد يتعمر له بخمسة مليون 10 مليون دولار مو مشكلة، ليش ما عمرتوا مستشفى؟ ليش ما سويتوا لكم 4-5 مستشفيات جديدة؟ ليش ما سويتوا جامعة؟ الفلوس ده تروح بطرق يعني مو 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 بالعمل، ده تروح بغير طرق، تصرف بمكان يعتبر هو هدر المال العام. شنو الحماية مالتي أنا أعطيهم 24 مليون دينار تجهيز حماية؟ على أساس ال 24 مليون هاي ألف واحد من أهل الموصل محتاج على 100 ألف دينار تعيشه بالشهر، هسه أكو ناس تعيش 100 ألف دينار، أعيش لي 3000 عائلة بهذا المبالغ. وهكذا أكو صرفيات غير منطقية، هاي طبعاً ديوان الرقابة المالية اللي حكى بها وتحدث بها، أو أسوي بوسترات وإعلانات. شنو بوسترات وإعلانات من أموال الناس من أموال العالم؟ على أي أساس؟ مو صلاحيتك هذه، أنت صلاحيتك أكو فلوس يقول لك لإعادة الاستقرار. شنو اللي يخلي المواطن يرجع؟ أخلي المواطن يرجع الأمن، الاستقرار، الخدمات، توفير الطرق، توفير الكهرباء، هذا اللي تخلي المواطن يرجع. إذا أنا هذا اللي كلهم ما مسويهن، أو إذا أريد أسويهن بأسعار مضاعفة، فأكيد صحيح. أكيد اليوم ما راح ننجح ولا راح نتقدم. ولذلك عندما تشوف التبويب اللي موجود واللي يمكن في يوم من الأيام عرضت قناتكم، التبويب الأموال المصروفات شيء خيالي، يعني يصرف لك على حاجة أو مشروع مليار و200، هو المشروع ما يسوى له 100 مليون. يصرف لك على مشروع 4 مليارات هو ما يسوى له 500 مليون. وهكذا هذا التبويب اللي موجود، وكأنما كما أسلفت أنا وحكيت في يوم من الأيام، وكأنما إملأ الفراغات التالية. أنا عندي صحيح. 408 مليار، شلون أوزعها؟ وزعتها هنا وهنا. حتى التبليط روح عليه هسه، التبليط اللي ده تبلطه قسم من الجهات الحكومية، روح شوف التبليط اللي موجود وروح قارن بالتبليطات الأخرى اللي موجودة مثل من قبل شركات رسمية ومعتمدة من قبل منظمات. كلها عبارة عن هدر للمال العام. لا يوجد شيء، لا يوجد مشروع واحد حقيقي ممكن أن تتباهى به وتقول الحكومة سوت هذا المشروع ونتباهى بهذا المشروع. طيب سيد محمد، هنالك مبالغ خصصها مؤتمر الكويت للمانحين والذي أسفر عن منح هبات ومبالغ كبيرة جدا، بعضها لم يصل حتى الآن، لكن هذه الأموال التي وصلت لإعمار محافظة نينوى، هل تستطيع لجنة تقصي الحقائق معرفة مصير هذه الأموال؟ شوف أخي العزيز، أنا أتحدى حكومتك المحلية، وخلي يسمعوني كلهم، أتحداهم يطلعون يقولون هاي المشاريع اللي سويناها إحنا كحكومة محلية، أتحداهم، ومن منبركم ومن أي منبر من القنوات أتحداهم يطلعون. المشاريع اللي موجودة في محافظة نينوى، من أكثر المشاريع من الذي قام بها؟ قامت بها منظمات دولية تابعة للكويت، تابعة لقطر، تابعة للإمارات، تابعة لفرنسا، تابعة لألمانيا. هذه منظمات دولية قامت بها، إضافة إلى صندوق الإعمار. هذا جنابك اللي تتحدث به أغلبه على صندوق الإعمار. روح إلى جامعة الموصل، روح إلى أغلب مراكز الشرطة، شوف من اللي عمرها صندوق الإعمار. ولذلك حتى الحكومة المحلية ما تريد تظهر أنه صندوق الإعمار ده يشتغل، لأنه تريد تكوش على كل شيء، حتى صندوق الإعمار تريد تكوش عليه، بينما واقع الحال صندوق الإعمار عندما يقارب 70 أو 80 مشروع سواهم في محافظة نينوى، ومن ضمنها جامعة الموصل، ومن ضمنها مراكز الشرطة، محطات تحلية مال مياه، كهرباء. حتى الكهرباء أنا عندي اطلاع أنه حتى الكهرباء صندوق الإعمار كان يزود وزارة الكهرباء للموصل تحديدا بمحولات الكهرباء. خل تطلع لي الحكومة المحلية تقول لي هذا 400 مليار أو المنح اللي جات إحنا سوينا بها هاي المشاريع، حتى الناس استفاد منها تقول والله عافية هاي حكومة دا تشتغل وإحنا كنا ظالمينها، يجوز إحنا همينا ما نعرف، يجوز إحنا ما ندري، بس أنا أريد يطلعون يقولوا سوينا هذا المشروع هذا المشروع هذا المشروع. أنا دا أحكي لك عن مشاريع تم إنجازها من قبل صندوق الإعمار.
احكي لك عن مشاريع تم انجازها من قبل منظمات دوليه، انا اريد مشاريع من الحكومه المحليه وينها؟ خل تطلع لي. ولذلك المبلغ جنابك اللي تتحدث عنه اكو قسم منه راح عن طريق المنظمات الدوليه واكو قسم منه راح عن طريق صندوق الاعمار، اما اللي اعطي للحكومه المحليه فاعتقد لجنه تقصي الحقائق ستكون بالمرصاد لمثل هكذا امور وهي مستعده لكشف كثير من الحقائق. نعم. طيب سيد محمد، يعني هنالك حادثه يعني او الخبر الذي تابعناه مؤخرا وهو حقيقه يعني مثير للغرابه والاستغراب، يعني طيله 6 أشهر اهالي نينوى الجميع يطالبون بالكشف عن مصير 180 مليار دينار تسلمتها الحكومه المحليه والحكومه تنفي تسلم هذا المبلغ. بعد 6 أشهر راينا الحكومه المحليه تقدم خطة لصرف هذا المبلغ، يعني ماذا تفسر هذا التصرف؟ شوف أخي العزيز، عادة في العمل الحقيقي العمل التنفيذي أنه اليوم أنا أريد أسوي خطة لعام 2019، بعام 2018 أرسل الخطة مالتي إلى وزارة التخطيط وأكتب الأموال اللي أحتاجها. أنا أحتاج مشروع مستشفيات، مدارس، جامعات، طرق، جسور، كهرباء، شنو اللي أحتاجه أني؟ بعام 2018 أهيئ ما أحتاجه وأرسله إلى وزارة التخطيط، من ثم يتم تخصيص المبالغ المبلغ المستحق أو المبلغ الممكن من قبل الحكومة المركزية. ما حدث في محافظة نينوى عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما. الفلوس جتني وبدأت تنصرف على هاي المشاريع. طيب وين هاي المشاريع اللي انصرفت عليها 180 مليار؟ شوفني أهل إذا شوفها آني، أنا أريد أشوف هاي 180 مليار اللي ما يقارب 150 إلى 160 مليون دولار، وما أريد أعيد وأكرر هذا المبلغ لو تنطيه إلى منظمات أو إلى جهات أجنبية أو شركات أو أشخاص مؤتمنين راح أشوف شلون يطلعوا لك شغل به. هاي 180 مليار وين وديتوها؟ ودوها 43 مليار اعتبروها على رفع الأنقاض. اللي أنا أتحدث وأتحدى أتحداهم همي أنا. أنا ما أصرف دينار واحد على رفع الأنقاض، دينار واحد فلا أصرف على رفع الأنقاض، أخلي الناس هي تفزع معايا، وأهل الموصل عندهم شيمة وعندهم غيرة، كلهم يفزعون ويرفعون أنقاض، وأخلي المقاولين اللي يريدون يجون يفلشون هاي الدوائر اللي يقولون عليها بلاش يأخذون الحديد مالها. هاي 43 مليار أنا أكسبها للشعب. طبعا هو ما أكو إيش مبلغ 43 مليار، مستحيل، لأنه إذا جيت تحسب تحسب الآليات وتحسب الشفرات وتحسب القلابات والنقارات، وقل لي بالمدينة القديمة إذا شفنا 100 آلية لمدة شهر أنا أقطع إيدي. هذا أهل المدينة القديمة كلهم يسمعوني، أهل الموصل. ماكو آليات جت لمدة شهر أو شهرين بالمدينة القديمة رفعت أنقاض. فمن تجي تحسب هذا المبلغ، يعني هذا يشغل لك 100 آلية على 100 على على 10 شفرات على 10 نقارات لمدة 4 سنوات. زين أنا لمدة شهرين ما شايفه، لمدة شهر ما شايفه، شلون انصرف؟ فتبوبت بهذه الطريقة. لكن هذا أنا أعتقد ما راح يمضي ولا راح يمشي الموضوع، لأنه هاي اللجنة تقص الحقائق متابعة هذا الموضوع بشكل يعني مستمر، وعدهم أدلة وعدهم اعترافات لبعض الجهات الحكومية كيف كانوا يوقعون على أمور يعني غير قانونية وكيف كانوا يجبرون على التوقيع. ولذلك المبلغ هدر بطريقة ما، هدر وذهب توزع بطريقة غير قانونية، والنتائج المستقبلية راح تظهر أين ذهبت هذه المبالغ. نعم. أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد نوري العبد ربه النائب السابق عن محافظة نينوى، وكنت معي عبر الهاتف. شكرا لك.